Unang Islam dang ni Howard, nasisira kagad niya ang ring, kaya tuwang-tuwa si Howard sa mga Pinoy na maraming fans dito sa UAE, mga ka-crossover. Yeah, samahan niyo ako mga crossover sa unang laro ng UAE versus Strong Group ng Philippines. At let's go! ما تمشي لا والله تمشي لا والله تمشي ثلاثيه حلوه من خلال اللعب شوف محاوله الدخول بطريقه جميله في المسافه المتوسطه الكبيره اذا سبعه لتريلر يا لعيب يا سلام يا اولاد هذه صعبه سجل نعود طبعا يا سلام بطريقة من فبراير القادم اوه يا دي ماركو دولية المتابعة يا سلام السجل جدا الله 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 بسم الله اللاعب مكرش شوية معلش برافو كيس سجل جميلة جدا عبر دوايت هاورد برافو يا دوايت يا سلام يا هاورد ايوه فريق قوي هذا هاورد 18 هذا حامل ابدا برافو التجربة الأخيرة هي حلوة تحت السلة بطريقة جميلة بطريقة عبقرية بطريقة حطة كيف حطة لا 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 هدير المدرجات لقطة جميلة ودائما الصالة الضج يطلعني من طوري هي بسرعة إلى مونترو 22 الآن المباراة بتير يا سلام حرق الصالة برافو والله وين راحت يا سلام عليك إيه نوعية التداولة والتمريرات وتسديد حلو سجلت يلا يا أولاد هو سريع أدريلي عنك والله لا زلت ابحث عنك والله الكره لمصلحه محمد الكدبي يعطينا ايضا طبعا طاوله التحكيم لمصلحه منتخب الامارات 31 28 بطريقه اجل جاستين دي ماركو ما سجلت حتى بالمتابعه يلا سجلها وخذ الخطا سجلها وخذ وين ترو الثلاثية ما تمشي ولكن المتابعة الجميلة يا سلام أرجانا الله ما تمشي بالمتابعة الجميلة هكذا هي الأمور سجل يا حامد هي برافو والله برافو حلو هذا الهدف القادرين على التغيير كانت المباراة الأولى مختفي تماما شطها روبان عليكم برافو وكلنا عنا لأنه هو لمين تحت السلة يقدر عليك يا هاورد مين يقدر على سوى نقطتين يا لعيب رائع هي العباد برافو والله ابن الود محاولات على مستوى الثلاثيات اوهو 46 حيل واخيرا احتج لاي 40 ثانية على فكرة راشد سالم النعيمي هيا ما تمشي برافو المتابعة الجميلة دائما روبنسون ابن قبل روبنسون هذا كادي مارك وينك واخيرا
للمباراة الغير مقنعة أبدا للبوب. أها سجلها يا مرعب يا مرعب يا مرعب يا ربيك لو مشت معاك ما مشت. برافو 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 يا قيس ولكن بنكتب حلو من اللاعب الأحمر البيك أوي معاك بحد معاك سجل سجل يا عمر سجل يا عمر تورس بلا شيء. يا سلام يا قيس حلوة يا قيس لعيب يا قيس لعيب يا قيس لعيب يا قيس يا سلام بما النقاط بما النقاط الجول ها 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 يا يا روبنسون يا روبنسون مو طبيعي ابدا 12 نقطه لروبن لو 60 لا 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 مو طبيعي. ما مشات المتابعه برافو يا قيس برافو يا قيس برافو يا قيس هذا بلاتشي يحاول فيها ما تسجلت يا بلاتشي لعبتنا الجيل الجميل وبالسرعه اوه اوه يسجلها بطريقه جميله بطريقه جميله خالص. يا سلام يسجلها يسجلها باليد اليسرى من بعيد اسيستات الجميل تكتيك عالي على فكره راح يكون اوه لما يكون الاسيست احلى من التسجيل بكثير. هذا ابراهيم اهلا حامد حامد بالدخول المميز يا حامد برافو والله هو اللي دائما يسجل هو الهداف هو المميز هو النقطه لحامد. يا الله يا الله يا الله كيف دول لاعبي المنتخب يا اخيرا 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 المنافسه بهذه المجموعه ما تتسجل يا لعيب الاسيست حلو برافو يا قيس برافو يا قيس نحترمك برافو برافو راح يدخل ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله ما عندنا مشكله الجولدن بول ما عندنا مشكله يطلع برا التشكيله منتخب الجماهير تشوف ايضا نقاط الى اللاعب رقم واحد اندري موريس لاتشي الله 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 برافو يا عاشور ورائعه ومبدع يا روبن برافو يا اخي يا خطا سجلت الله 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 برافو ايضا سجلت برافو 11 نقطه لعمر العامري مشاها برافو 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 كده دفاعية يا لعيب الله 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 من الحوارات الجديدة راح تجيكم إن شاء الله.